بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، في هذه الجلسة الثانية نواصل كلامنا عن الترجمة الإعلامية. في الحلقة الأولى تكلمنا عن طبيعة الترجمة الإعلامية، بأن من الشيء المهم والأهم في الترجمة الإعلامية هو إبقاء على الأثر الواقع في الترجمة عند نقل المعرفة من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف. وذكرنا نماذج ناجحة جيدة في الترجمة الإعلامية، وفي المواد التي وضعناها بينكم في الصف عندنا مقال اسمه هوليوود موفي تايتلز لوست ان ترانسليشن، فالكاتب إيرن هيلر الذي كتب هذا المقال في 2014 وكان قبل توزيع جوائز أوسكار ذاك العام، وتوقع الكاتب كاتب المقال بأن يكون الفيلم أمريكان هاسل له حظ الأكبر في نيل الجوائز بأنواعها، وبالفعل كان تنبؤه هذا صحيحا. ففي المقال هذا يقول المترجم بأن الفيلم الأمريكي فيلم هوليوود أمريكان هاسل، مع أنه العنوان الفيلم ليس صعبا ترجمته، لكن لاحظ بأن هذا العنوان عندما ترجم في بلدان مختلفة ترجم بطرق مختلفة تماما. مثلا إن في فرنسا ترجم بأمريكان بلف، في أرجنتين ترجم بأمريكان سكاندل، في برتغال ترجم بأمريكان ستينغ، في الكوبيك الجزء الناطق باللغة الفرنسية في كندا ترجم بأمريكان سكام وإلى آخره. فيوضح يناقش هذا الموضوع لماذا ترجم هذا العنوان بطرق مختلفة تماما في لغات المختلفة. فملخص الكلام بأن الترجمات هذه عندما تترجم، أولا المترجم في ظروف مثل هذه لا يترجم بوحده بمنع عن المؤسسة، فمثل هذه الأمور تناقش في المؤسسة، كأن المترجم يترجم نيابة عن المؤسسة، لأن المؤسسات هذه تنفق أموالا كبيرة في إنتاج مادة إعلامية بالأخص الأفلام، فغرضها الكبير هو الكسب المال. فإذا كانت الترجمة دقيقة بمعنى الترجمة مؤثرة فيكون الترجمة ناجحة، وإذا كانت بالعكس ترجمة دقيقة لغويا لكنها غير مؤثرة فلا تعتبر الترجمة الإعلامية. عفوا، نتكلم عن الترجمة الإعلامية ولا نتكلم عن الترجمة الأدبية. فصاحب المقال هذا يقول بأن نحن كالمترجمون إنما نترجم لبيئة، للمتلقين في هذه البيئة، وإذا ترجمنا في بيئة أخرى في بلد آخر في لغة أخرى فقد تكون ترجمة مختلفة تماما.
وأيضا يقول من ضمن هذا، إذا كانت مثلا أسماء شخصيات معروفة كبيرة مثل باتمان وسبايدر مان، فيفضل أن يكون أن لا يترجم إلى، لأن صارت هذه الأسماء هذه الشخصيات معروفة في كل أنحاء العالم، فيكون قد يكون ترجمتها إلى لغات أخرى غريبا نوعا أو مضحكا بعض الشيء. ثم يقول المؤلف الكاتب هذا بأنه مثلا يعطينا مثال آخر في فيلم اسمه Cloudy with a Chance of Meatballs، فيقول عندما ترجم هذا عنوان هذا الفيلم إلى اللغة العبرية وترجموه It is raining falafel، مع أن مادة الميت بالز طبعا هو لحم، أما فلافل فهو طبعا حمص وتوابل أخرى لا علاقة له إطلاقا بالميت بالز، لكنه يقول بأنه نجح تماما، لأن فلافل طبعا اليهود الذين يعيشون في فلسطين المحتلة في إسرائيل عندهم جيران الفلسطينيون ومن الثقافة الشامية، الفلافل يعني معروفة في المطاعم، ويبدو أن اليهود يعني تذوقوا هذه المادة هذه الأكلة كما نسميها باللغة العامية فعجبتهم، فهم فالفلافل أكثر معروفة لديهم من الميت بولز. فيقول هذا العنوان عندما ترجموه باللغة العبرية It is raining falafel، يعني السماء تمطر فلافل، لم يقولوا أن الجو غائم وهناك احتمالات أن تمطر السماء الكرات اللحم. فكل الترجمة إذن المترجم يرى يدرك المقتضى فيأخذ هذا بعين الاعتبار. فيعطينا مثال آخر، مثلا يقول في ناقد سينمائي تركي إيرين عفوا ناقد سينمائي ناقد سينمائي تركي اسمه إمرة جولير EMRAH GULER، فيقول عندما ترجم المترجم التركي فيلم Sweet Troubles المصاعب الحلوة، فيقول الممثلة في الفيلم هذه هي جوليا روبرتس، وجوليا روبرتس معروفة بجمالها، فيقول المترجم التركي استخدم كلمة سويت، بل و سويت ترابلز. بالمناسبة الاسم الحقيقي الاسم الأصل في للفيلم هو There is something about Mary، لكن ترجم إلى اللغة التركية سويت ترابلز. وهناك سبب آخر لماذا سماه الفيلم المترجم التركي لماذا سماه سويت ترابلز، لأن الممثلة الرئيسة فيها جوليا روبرتس. فيقول الناقد التركي ناقد السينمائي التركي لأنه بدل من جوليا روبرتس لو كانت الممثلة الأمريكية أخرى جانيت بالترو لعبت دور الممثلة الرئيسة في هذا الفيلم لكان المترجم سمى الفيلم Elegant Troubles بدلا من Sweet Troubles، لأنه حسب رأيه جانيت بالترو هي أنيقة، وبينما جوليا روبرتس هي جميلة. فيقول هذه الأمور يأخذها المترجم بعين الاعتبار حتى يكون أولا أدرك الأصل ومن ثم أبقى الأثر في الترجمة أيضا.
ويلخص القول الكاتب المقال، يقول كل ما يتسرب به المترجم في الترجمة السينمائية، الترجمة الإعلامية عموما، it is done in a clear and decisive manner in order to draw people to the movie theater. They are looking for something catchy or funny even if it is ridiculous. يعني المترجم الأدبي بالأخص في هذا السياق يدرك بأن الإعلام وجد للتأثير، فإذا ترجم المترجم ترجمة صحيحة دقيقة لغة لكن لم تكن مؤثرة، فلن تكون ترجمة ناجحة. من هذا المنطلق ننتقل نحن إلى موضوع ممكن نسميها ما هي المبادئ يجب على المترجم أن يأخذها بعين الاعتبار عندما يترجم مادة إعلامية. فما يتبادر إلى ذهن المبتدئين في الترجمة، خاصة طلبة الترجمة، أول سؤال: هل يجوز التصرف في الترجمة؟ أنا أقول نعم، على المترجم الإعلامي أن يتصرف في الترجمة لكي تنسجم المادة مع الثقافة المنقول إليها، لأنه قبل كل شيء اللغة المنقول إليها تختلف من اللغة المنقول منها، والثقافة المنقول إليها تختلف من ثقافة منقول إليها. فالعقل العربي يختلف عن العقل الصيني أو الهندي أو الإنجليزي أو الأمريكي أو الأفريقي. فالمترجم يضطر أن يتصرف لكي يلبس المادة المترجم المطلوب ترجمتها، أن يلبسها ترجمة الثقافة المنقول إليها. فيجب أن يكون التصرف هذا تصرف في السياق وما يعني، ولا يجوز أن يتصرف في المعاني. المعنى يجب، الروح، روح المادة الإعلامية الأصل يجب أن تبقى كما هي. ثم يجب على المترجم أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار من هو المتلقي، لأن الكتابة أو الترجمة تتأثر بمن هو المخاطب، من هو المتلقي. فإذا كان الكلام يكتب مثلا للأطفال لغرض توعية، لغرض تعليمي، أو يكتب مثلا لإنتاج برنامج تلفزيوني أو إذاعي أو حلقة في الصحافة، فعلى المترجم أن يكون مدركا واعيا من هم المتلقون، من سيشاهدون المادة، من سيقرؤون المادة. فكما أن الكاتب الأصل يراعي هذا في صياغته وفي طريقة خطابه، فالمترجم أيضا يجب عليه أن يدرك من هو المتلقي، وأيضا يكون ملما تماما بالثقافة المنقول إليها، حتى أقل ما يمكن أن نقول حتى لا يثير الحساسيات معينة، أو قد بالعكس يدغدغ على مشاعر معينة لينقل المادة بأثر وبالوقع المطلوبة.
ثم ثالثا يجب على المترجم أن يدرك ما هي أهداف المؤسسة التي يعمل لديها، لأن كل مؤسسة المنتجة للإعلام لها أغراض معينة. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فدائما نقول مثلا إذا كان المترجم يعمل لدى قناة الجزيرة فلها طابعها خاص، وإذا كان يعمل لدى قناة مثلا العربية أو المنار أو تلفزيون سلطنة عمان، فلكلها طابع خاص. مثلا طابع الإعلام العماني طابع الهدوء، لا نثير الحساسيات، لا نثير المشاكل، فلا نتدخل في أمور الآخرين. فعندما نقدم المادة الإعلامية فتكون إيجابية. فعلى المترجم أن يدرك أين هو، وإلا لن تكون ترجمته ناجحة ومؤثرة. رابعا المترجم أن يدرك الحاسة الزمنية. فقد يكون مطلوب منه ترجمة مادة كبيرة كما، لكن الوقت المتاح له للمادة المنتجة في لغة أخرى هي مثلا تكون 5 دقائق أو 10 دقائق أو دقيقتين، فعليه أن يدرك ماذا يمكن تركه وما لا يمكن تركه. فيختصر قدر الإمكان لكن بدون بتر الأفكار الرئيسة. يجب أن يحافظ على الروح والأفكار الرئيسة. وكذلك مهما اضطر المترجم إلى تصرفات ومراعاة ظروف معينة، عليه من النهية الأخلاقية المهنية أن يحافظ على المعنى. أن لا يحرف المعنى، لأنه هو من أخلاقيات المهنة، لا يجوز للمترجم أن يحرف. فقد يكون المترجم لبقا، قد يقول الكلام بطريقة لبقة ذكية، لكن في الوقت نفسه عليه أن يحافظ على الروح المادة هذه. فهذه بعض الجوانب من للترجمة الإعلامية. فالإعلام ميدان شاسع كبير جدا. قد يكون بعض الناس يتصورون بأن ما يغطى في الصحف هو الإعلام، وهو طبعا أغلبه المادة السياسية، لكن الإعلام عندما نتكلم في سياق الترجمة وطبيعة المادة هذه، فنقصد المادة التي تنتج لغرض معين ولإيقاع أثر معين في نفوس المتلقين أو في عقولهم في مشاعر، حتى نكتسبهم لغرض معين، قد يكون نبيلا صالحا، قد يكون غير ذلك. فعلى المترجم أن يدرك هذا ويترجم الأثر ويترجم الغرض وليس الكلمات. فإذا نجح المترجم بثقافته المعرفية واللغوية وبإدراكه أن يحافظ على الأثر مع إصراره للتصرف بين حين وآخر لأسباب مختلفة، محافظا على روح المادة، فالمطلوب منه كمترجم إعلامي هو تأثير في نفوس المتلقين في عقولهم ومشاعرهم حتى يقدموا على ما يراد منهم أن يقدموا عليه، سواء كان في السياسة أو التجارة أو التوعية أو تعليمية وبأنواع الإعلام المختلفة. وجزاكم الله خير ووفقكم الله.